ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة معايا ست يوب جيرشان. نكمل سلسلة جيم في المدرسة. احب اشكركم جدا على دعم السلسلة دي، لان الفيديو اللي فات يا شباب وصلت له اكتر من 9000 لايك. فما تنسناش يا شباب بقى باللايك، ولو انت لسه جديد معانا اتمنى منك تشترك معانا في القناة. شباب شايفين جيمي بيلعب رياضة؟ تعال يا حبيبي ها نسخن عليك كتير ولا تموت. الله عليك، لازم نعمل الزرار بالظبط. فدي واحد هنا واحد هنا بقى. ايوه محمد اللي في الاخر. تعال يا حبيبي المدرب بعدين بيقول له سخن اديله واحده اهي. تعال يا حبيبي اديله اديله ونحمل اديله. الله عليك كده المفروض ظبطنا الضربات بتاعتنا. دي واحده كمان. اوه يا شباب ايوه ناخد هنا عشان بعد كده يجي قابلنا طلبه مش كويسين نعرف نتعامل معاهم. الولا ساح فزنا عليه بجداره. تافه كبيره يا شباب، تافه كبيره لجيمي. جبنا سكور واحد، ده الجيمي بتاعنا عديناه حلو. خلينا بقى نشوف بقى المهمات بتاعتنا. بس ايه رايكم في الكاب؟ مظبط له بقى كابات وحركات، وهنشوف بعد كده المهمات الثانيه. طبعا اخر مهمه احنا عملناها اللي هي المهمه لما جبنا منها الباتيناش. عندنا هنا في مكان نقدر نروح كده. لا اوه الطالب ده كله بسم الله ما شاء الله. تعالى يا كابتن. لا لا مش ده، انا مش قصدي. قول لا 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 انا اسف. انا اسف جيمي كان بيهزر. مع السلامه. الولد الطويل ده لو مسكني هيمسكني يعلقني كده. احلى حاجه اللي احنا خلعنا منه ده. كويس. اوه ده لسه بيجري ورايا، لسه بينتم والله بيجري ورايا. لا قوم يا عم جيمي انت بتستقبل. اه يا شباب بيجري ورايا الولد اهو. لا 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 النافوره حاول تبعد عنه. ده والله انا مش شايف جيمي من الكاميرا، مش باين له ملامح. يلا المفروض المهمه موجوده قريب من هنا. يا رب نقدر نحس نخش من باب ولا هنلف لها. خلينا نشوف الولد لسه مكمل ورانا. لا الحمد لله مشى الولد ده اللي كل شويه مزنوق عايز يخش الحمام. ولا اخلع بقى الله يسهل لك. ايه يا حكايتك يا عم؟ امشي بعيد عننا. يلا عشان في مراقبين. طبعا المراقبين لو شفنا تبقى مشكله، هياخدونا بعد كده يبقى في عقاب. ممكن نخش بعد كده، ممكن بعد كده يودونا للمدير وبعد كده نتفصل من المدرسه. فمش عايزين نعمل مشاكل. هنطلع هنا سر. ايه ده حشاب داخلين حصه علوم ولا ايه؟ خلينا اخش هنا. مين يا ولد الصغير ده؟ عايز ايه؟ عايز ايه ولد صغير؟ اه عايز نساعده. اوف واحد عايز يضربني. لا يا عم امشي الله يسهل لك. خلينا نشوف المهمه بتاعتنا. الولد عايز يتعارك يا عم. انا مش عايز اتعارك يا عم، هو انا وش عراك؟ ايوه المهمه هنا. حلو عشان نبتدي. احلى حاجه خلانا بعيد عن الولد ده. بيقول لك زي كان زكوكو. موف نيرد. شكله المتفوق ده هجوم عجيب بيخلصوا عليه الناس دول طلاب. قول له انت هتكسر عظمي. مسك زي الكتكوت. بيقول لك كلاس بريستن زي كانه رئيس يعني. بيقول له انت بس هيجري دلوقتي. اوه يا شباب. لا 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 مسحه بكرامته الارض بصراحه الورق. جيمي المفروض يروح يساعده بقى. How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you? هيدفع لي فلوس. اه جيب ورا باشا تعالى نتكلم دلوقتي. بيتحايل عليا. هيدينا فلوس ماشي. خلص يا عم هتدفع. هيدفع لنا يا شباب. يبقى خلاص يبقى نعمل له المهمه دي. بيقول لك هنروح دلوقتي للمكان ده في البلكونه. ما قريتش بيت الكلام بصراحه اختفى بسرعه سريع سريع. ماشي خالد شوف طيب هو هيبقى ماشي ازاي العمليه. اه ده زي كنا معانا سنايبر. اه نقدر نعمل سنايبر. مين ده؟ اوه يا شباب بيخلصوا عليه. طب هنتعامل معاهم ازاي دول؟ استنى نقدر نضربه؟ اه نقدر نضربه. اديله ده كمان. يا سلام. يبقى احنا لازم نخلي شباب الحاجه بتاعته تخلص الخطاب بتاعه من غير ما حد يغلس عليه. نحذف على ده كمان. ندي ده كمان. تعالى حبيبي اخلع. مين تاني معاه سنايبر نبل؟ ده كمان اديله في دراعه. اوه سلام يا حبيبي. مين اللي بعده؟ ده كمان. هو هات الجاموسه دي. تعال يا جاموسه ترقصي ترقصي اديله. اجري يا حبيبي مع السلامه. عشان الطالب كويس وبينصحهم مش عايزين حد ينصح. عايزين بيخلص عليه. هدا كمان. لا عشان البتاع اللي بتحمل ده عشان ما تروحش مننا. واحد تاني فوق. لا 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 ما تحتف عليه. الله عليك. يلا يا عم جيمي خلص يا عم اللغي بتاعك ده. ده انت نصحت المدرسه كلها. تعال انت كمان. هدا ارتاح. اوه ضربوه تمام جبناه.
صدقني المهمه دي صعبه قوي يا شباب. لا هنخسر ديله تمام كويس كده غلط ماشيين ممتاز. لسه في حد تاني اخيرا اخي قوي اكمنك يعني انت متفوق. سقف سقفة كبيرة يا شباب. شلتني شلتني يا راجل. ايه شوف اللون الصغير كان قاعد ده داخل معانا ازاي في المدرسة داخل بالواسطة ده. تمام كسبنا شباب مهمة واخدنا حوالي 10 كاش فحاجة كويسة. خلينا نشوف المهمة اللي بعدها. وايه ده كل جيل معاه النبلة جيمي هوبكنز ديليفرز نملة مطورة يا شباب. يا سلام. اوه لا 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 عم جيمي اهدى 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 مش هنضرب حد هنا. خلينا نشوف بقى كام المهمة اللي بعدها هتكون فين. عايزين نطلع بقى بره المدرسة المكان ده بصراحة مش عاوز. افتح هطلع بقى الحاجة بتاعتنا الجديدة. يا سلام حركاتك يا جيمي. يلا اديله واحدة هنا سبيد. انا اذنك يا كابتن لو سمحت خش هنا. الليمنت اللي قاعد في اوضتي شباب الولا صاحبنا بص لابس ايه. هو انت بقيت ظابط يا ابني امتى؟ بيقول لك حطيت لك هدوم في اسمه ده في الدولاب بتاعك. فاحنا هنشوف يا شباب ايه الحاجات اللي حطها لنا كده بحيث نغير الطقم بتاع جيمي اللي لابسه بقى حاجة شيك كده. الهدوم بتاعت المدرسة بقى خلاص قلمت معانا. اوه سكيلتون حلوين. I'm cursed. Yeah. بفرط نقط واخدينها من الراجل ده. احنا عندنا حفلة يا شباب. ده لابس لبس ظابط وانا لابس لبس سكيلتون. هنعمل شوية مقالب يا شباب. هروح مع زميلي فهنعمل فيهم شوية مقالب. خلينا طيب نروح أول حاجة نجري نكهة سريعة سريعة نعمل المقالب. اوه شوف لابس الأرنوب ده. يا عم في ايه يا عم انت في ايه؟ يلا مع السلامة. يلا هنطلع من هنا. يا جدعان عايزين تتعاركوا خلاص. ده اقول لك ده حفله المفروض نحتفل مش نتعارك. بينتهز الفرصه ما مصدقوا لواحد زيه يمسكوا فيه مش عارف انا. ايه ده مين ده الارنوب تعالى. ده الكابتن ده. ده محتاج نساعده. استنى ممكن نكلمه. ماشي نشوف انت عايز ايه يا حبيبي. انت عامل لي زي الموميا. ماشي اخدنا الجواب خلاص يا عم اسكت. فهمت المقلب يا شباب. هو عايزنا نمشي وراهم ونلزق الورقه دي على قفاهم. فهنشوف الورقة اللي عامل لي فيها موميا ده. بس ليف مي الون. هي يا ابني اتعمل فرح عايز ارزق فيه. بس الورقة قرب شويه كمان. تمام عملنا فين المقلب. كتبنا الورقة اللي هو اي حد يزقها ويضربه. بص زميله تروح يجي يضربه ولا هيمشي عادي. خلينا نشوف اللي هيحصل بعد كده. مع نفسك بقى. خلينا نشوف بعد كده. طيب طالب ايه تاني جيمي بودي. I need your help. Well, okay. ماشي. Cool, thanks. عطانا شباب بيقول لك المفروض زي 3 بيضات. البيض في ايديا اهو يا شباب. عايزنا نحدف كمان البيض عليهم. خلينا نخش على الولد ده. تعال انا معايا بيض. يلا استنى. اوكي تمام الوضع ريلاكس نكمل. طيب هات ده بقى. تعال خد البيض. يلا اجري يا ولد سايس. طلع هيصور. ايه ده المكان ده ليه بقى فاضي؟ هو كله خاف. يبقى حذفنا اول بيض عملنا فيه المقلب. وممكن نعمل مقلب في دول بس مش هيسيبونا طبعا. الشيطان ده اللي قال لنا اعملوا المقلب في الناس. ممكن قاعد بيضحك ده. تعال اجري اجري بسرعه بسرعه ما جتش في البيضه المحظوظ. خلينا نشوف حد تاني. ممكن نشوف لنا مثلا تعالى. ناقص بيضه واحده بس عشان نخلص المهمه بتاعتنا. ايوه هات ده اللي بيعمل مشاكل. خد يلا بيضله. الله عليك اجري. المقلب ظبط. لسه ناقصنا في تاني. ده عندنا طلاب كتير. عندنا في 4 كمان عندهم حاجات عايزين نعملها زي مقال التاني في زمايلنا. فخلينا نشوف ايه اللي عندهم. يا سلام عامل فضاء انت. كان فضائي. خلينا نشوف المقلب بتاعه عامل ازاي. بس اوكي هنعمل شاب زي اضاءة. استنى عارفين اللي هنعمله يا شباب. هنحط البتاعة دي اللي هي بتاعت الصواريخ جنب طلبة بحيث نخليهم مقلقين. بقى حوالي كام؟ 4000. فعايزين نشوف كده ناس متجمعين. شوف الولد كلابوز ده. بس المفروض مش هيشوفنا. خلينا طيب نحاول نقرب كده يكون فينا زحمة. يلا عيشوا حياتكم بقى. كله قاعد بيتفرج ومتحمس صح؟ وبعد كده هيعمل فيهم المقلب. خلينا نشوف. شباب كله طلع يجري. اجري يا زعيم. جيمي اي نيد يور هيلب. شبه جون سينا يا جدعان. عارفها دي بتاع الكيماويه دي. ماشي بيقول لك 3 نجرب مثلا على ده. اول واحد
اه يا شباب من اول واحده كانت في هم الثلاثه تمام يبقى ناقصنا كمان اتنين يبقى احنا كده خلصنا الحاجه نشوف بقى كده التاني هيعمل مقلب عامل ازاي ايوه فين زميلنا اللي هنا هوبكنز اي ريلي كود يوز يور اسيستنس يا اول رايت ليتس دو ات اه ده اعطانا زي بودره خلينا نشوف طيب زميله التاني اه بيعمل حاجات كلها معفرطه اه على بتاعت البراغيتي ولا ايه كله قاعد يجري هنا اه الحمد لله كده خلصنا كل المقالب خلينا نشوف بقى المهمه اخيرا يا جدعان بس كانت حفله لذيذه We're gonna feed Chad's dog some of this rancid meat. Wait for him to take a dump, and then... What the hell? هنأكل الكلاب؟ بقولك أنا همشي. Whatever, Pete. Okay, let's do this, Jim. أوه شاب بس ده هكون مقلب صعب. بقولك ده أكبر مقلب. Get over here, you little mutt. ها بيجري ورا الكلب. لا أنت كنت تستهبل. Hey, what are you doing to Chester? هقولك تحميه. خلينا نحميه نمسك ده. تعالى. سيب على. ديله. عشان نمسك الكلب. تمام؟ يلا مع السلامة خلي الكلب يعضك ها بسمعش الكلام ديله هنا جيمي تعالى سيبنا يلا ديله 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 واحدنا كمان مع السلامة مين تاني مسك الكلب Here you go boy How about a little trick for a treat Yum 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 يروح حتة لحمة خلاص الكلب بقى بتاعنا That's gross ديو ديو سد ده طلع زميل مش كويس خالص يعني هم اكلوا عشان اه بعد كده let's go to the teacher's lounge you lead on هنروح للمدرس اوه يا شباب الولد ده هيحطني في مشكله كبيره قول لي خلي بالك خلي بالك من انت بتستقبل احنا كده ممكن نتفصل من المدرسه بس ده هيكون مقلب صعب جدا في المدرسه هفكرها شوكولاته انا حاجه ثانيه هيبقى موقف زباله شباب متوقعين يكون رد فعل المدرس ايه تخيل تخش على المدرس بكيس زي ده فريحه بتاعته وعاملين ازاي في عاملين خلطه مثلا سيب الريحه معقوله شويه ما يشمش الريحه عن بعد قربنا نوصل للمكان يا شباب اي اخش الفصل بقول لك الستاف روم تمام اه هنسيبه له هنا هو ده والله كمان نار حاجه غريبه لازم نقف في المكان اللي متحدد لنا هنا اه هنولع بتاعه الحرايق نعمل صوت اللي هو الجرس انذار هيطلعوا جري حاجة جالسين عليها كسبنا المهمة يا شباب بس مقلب دم صعب بصراحة وما اعرفش هو مين احنا جرينا لا جرينا اجري اجري اه يا سوسة سابني انا لا 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 سيبني 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 مش انا يا عم اللي عامل المقلب مش تركوا هيخضر بينا اجري بسرعة يا عم جيمي يلا يلا سريع سريع يا شباب نحاول نهرب اقول انت بتخالف القواعد يا عم انا اسف يا عم ما كنتش عارف صاحب الغدار هيمشي ويسيبني كده هنجيب البتناش كويس يلا يلا نحاول نهرب اه ممكن نخش الاوضه بتاعتنا وننام يلا يلا سريع ايوه خش هنا سريع الحمد لله اخ ده كان مقلب صعب اجري على السرير اجري على السرير يا ابو لسيس كده كفايه قوي بس يا رب ده ما يشوفنا حلو كمل كده احنا المفروض خلصنا المقالب فعلا طلب شرشر شرشر امسك نفسك يا عم جيمي كده كل حاجه سجلناها وكل حاجه كده مظبوطه ناقص بس احنا نخش ننام عشان يومنا التاني فطلع شباب انا هعرف لحد هنا ولو عجبك الفيديو متنساش بقى باللايك واتمنى منكم تشتركوا معانا في قناه لسه جولات معانا ولو حبينا شباب انزل الحلقه اللي بعديها عايزين بقى نوصل الفيديو ده 9000 لايك 10000 لايك زي ما انتم بتحبوا اشوفكم مره جايه مع فيديو جديد مع اي سي تيوب يلا سلام